الحمد لله اللي رجعنا يعني لأرض الجزائر يعني بسلامة. الحمد لله وفقنا ربي باش قمنا بعمل إيجابي ونتائج إيجابية جد إيجابية في البطولة الإفريقية، وين تحصلنا على المرتبة الأولى للرجال والمرتبة الثانية عموما. أكيد هي أولا اليوم كما تعرفوا السباحة عرفت قفزة نوعية، والدليل على ذلك هي الأرقام أولا القياسية اللي حققوها السباحين، ولا حتى الأرقام الشخصية اللي سبحوها. نظن في الآونة الأخيرة كانت كل شهر كان فيه منافسة ومنافسة قوية، برهنوا السباحين مرة أخرى على جاهزيتهم وعلى قدراتهم. أنا يا دونك دوزيام بارتيسيباسيون اللي درتها قدرت نقدم خير، باسكو لا بروميير فوا قدرت ندي غير ميداي دو برونز اون رولي، هاد الخطرة جي 3 ميداي اون رولي دون واحدة أرجون، جي واحدة انديفيديوال ثاني و 200 ناج دون جو سوي تري فيير، قدرت نباطي ان ريكورد الجيري، دونك فريمون جو سوي تري ساتيسفايت و فريمون كيما قلتي سي ان ترافاي ديكيب.